قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه ذات يوم: احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فاجتمعوا فقرأ سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. ثم دخل فخرج فقالوا: يا رسول الله، قلت ستقرأ علينا ثلث القرآن. قال: أما والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن. كيف تعدل سورة الإخلاص ثلث القرآن؟ قال فريق من أهل العلم: إن القرآن على الإجمال مقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يتعلق بالتوحيد والمعتقد، قسم يتعلق بالأحكام والتشريعات، قسم يتعلق بالقصص والأخبار. فسورة قل هو الله أحد تتعلق بالعقائد، تتعلق بالعقائد والتوحيد، فهي ثلث بهذا الاعتبار.